السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي، أنا عندي مصلحة معينة في شغل وفيها ناس بتشتغل. المهم في ناس من دول قطعتهم في الشغل ونبهتهم كذا مرة وخصمت والكلام ده كله ومفيش فايدة. يعني أنا مثلا في الأول عذرتهم كذا مرة، فهم اتسهلوا بقى واعتبروا إن ده تسهل ومبقاش يستجيبوا. تمام؟ تمام. فانا يعني انا دلوقتي لو انا مشيتهم من الشغل، مع العلم ان ظروفهم وحشه جدا ومفيش مصدر دخل تاني، انا كده بقى عليا ذنب؟ لا، ليس عليك ذنب، ليس عليك سبب؟ ذنب. طب تمام.